حسناً، دعنا ننظفك. سأضع هذا هنا. أها، أصبحت نظيفاً الآن. نم الآن، هيا. أوه، لماذا لا تنام؟ تعال يا صغيري. أوه، ربما هو جائع. رائحته طيبة جداً. انظروا لهذه الفوضى. وما هذه الرائحة؟ أوه، مرحباً يا صغيري. ماذا سوف نفعل؟ أنا أعرف. فلاش، أحتاج لمساعدتك. ما الأمر يا رفيقي؟ أنا بحاجة لرعاية الطفل. هل يمكنك تنظيف هذه الفوضى؟ بكل تأكيد. شكراً. ماذا حدث؟ تناولي طعامك الخاص في المرة القادمة. حسناً، مرة أخرى. سحقاً. ما الذي يحدث يا عزيزتي؟ انظر إلى أظافري، لا أستطيع أن أفعل أي شيء بنفسي. حسناً، دعيني. أوه، وجدتها، سأعود حالاً. حسناً. أوه، لم أفعل شيئاً، أقسم لك. انزع القناع أيها الشرير، قم الآن بعملك. هو؟ هيا، مشط شعرها. لطيف جداً. الآن هذا، هيا، شمع ساقيها. أنت! خذ هذا. ماذا؟ أبرد أظافرها. أوه، انتهى. أعطني هذا. الآن ارحل. زوجة سعيدة، حياة سعيدة. أوه، إنه نشيط. كل شيء يبدو رائعاً. أوه، رائع. اتبعيني. حسناً. أوه، ماذا تفعل هذه الأزرار؟ الآن سأتحقق من معدل ضربات قلبك. إنه يؤلم. استلقي يا سيدتي. ماذا؟ نفس عميق. إنها تلد أيها الطبيب. أوه، حسناً، ابقي هادئة. لقد رأيت هذا على التلفاز. يمكنك فعلها. إنه طفل جميل. مرحباً يا صغيري. أجل، لقد فعلت ذلك. المعذرة. ها؟ لحظة واحدة. حسناً، انتهى عملي هنا. وداعاً. ها؟ أين البقية؟ نفذ. ماذا حدث؟ لقد نفذ التشيبس. لا تقلقي، سأحضر لك شيئا آخر. فارغة. هذا فارغ أيضا. انتظري، سأقوم بالمطلوب. شكرا لك. تفضلي يا عزيزتي، كل ما تريدين. لذيذ. ماذا؟ أكلت كل شيء؟ لا يصدق. طاب يومك. أوه، قسم الحوامل هنا. حسناً، لنرى. أوه، هذا لطيف. أوجدت ما كنت تبحثين عنه؟ هذا سيكلف. لحظة واحدة. أكل شيء بخير؟ لحظة واحدة، لا تملكين مالاً؟ اخرجي من متجري. كيف يجرؤ؟ من يأتي للتسوق بدون مال؟
أناس غريبة. لن أتركه يهينني هكذا. أنا دائما أحصل على ما أريد. هيا، حصلت عليها. البطارية منخفضة. هل يجب علي؟ عزيزي استيقظ. ماذا؟ هل يمكنك شحنه؟ رائع، شكرا لك. واحد واثنان. أوه، الراديو أيضا. عزيزي، الراديو أيضا. ماذا يكفي؟ أنت، سأدفعك الثمن. أوه، تستحق هذا. خمسة، ستة، سبعة. مرحبا. أوه، مرحبا سيدتي، ملابس الحوامل هنا. أوه، حوامل؟ ابتعد عن طريقي. سأختار من الملابس العادية. حسنا، هذا لطيف. ما الذي تنظر إليه؟ كما ترغبين. أرأيت؟ إنه مناسب تماماً. يبدو ضيقاً بعض الشيء. أوه، هذا ليس من شأنك. هذا يكفي. أنت ما تسببت لنفسك بهذا. لن تضحك مجدداً. هيا. انظروا لكل هذه النقود. سأدلل نفسي. حان الوقت الآن. اليوم في الاستوديو لدينا كابتن أمريكا. شكرا لقدومك. من دواعي سروري. ها هو بطلي. ماذا؟ نفذت البيتزا. رائع، سأطلب منه إحضار واحدة. آسف بشأن ذلك. حسناً، سأرسل رسالة. أوه، حقاً؟ طفح الكيل. وهكذا أنقذ كابتن أمريكا الموقف مجدداً. أوه، ماذا يحدث؟ أوه، وكان هذا هو برنامج اليوم. احرصوا على متابعتنا الأسبوع المقبل. مرحبا عزيزتي، ها هي البيتزا. رائع، دعنا نأكل. لذيذ. يجب أن أذهب إلى الحمام. أوه، انتبهي. حقاً؟ انظر، علي الذهاب مجدداً. أوه، ستجعلينني أجن. لم أعد أحتمل. رائع. الآن يمكنني أخيراً أن أنام بهدوء. أين ذهب؟ أوه، لنرى أين ذهب. ها أنا آتية. أهلاً يا عزيزي، أحلاماً سعيدة. كيف قمت بي؟ هيا. مرحباً أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.